ليس كل من يرتكب جريمة هو مجرم. في مقولة كتير مشهورة بقول لك إنه الأنثى أو السيدة مصدقة أمام القضاء وأمام رجال الأمن. لا أكيد مش حقيقة يعني. فاق الشفوي هو عقد عمل تأخذ فيه المحاكم؟ طبعاً تأخذ فيه المحاكم ويتم إثباته بكافة طرق الإثبات. عقود المياه ومقاومية؟ طبعاً. إذا تعرض طفل للتحرش الجنسي مباشرة ابنك كما هو بأوعية بتأخذه على المركز الأمني مباشرة. أنا طالع من البيت ومعيش هوية، وقفني شرطي وقال لي وين هويتك أو أمن وقائي وأنا مش حامل هوية، هل يحق له أن يحجزني؟ إذا في فتاة الآن بتسمعنا تعرضت للابتزاز الإلكتروني، تقديم شكوى سواء إلى المركز الأمني وبحولها لوحدة الجرائم الإلكترونية أو إلى المدعي العام وبحولها لوحدة الجرائم الإلكترونية. أنا الآن رحت تبرعت لواحد في غزة، هل أنا هيك وسائل قانونية؟ هلا أنت تبرعت من تلقاء نفسك لجهة، هذا إشي، هذا موضوع مختلف. لكن إنك تعلن عن جمع التبرعات هنا الجرم. قدر الطفل يشكي على أبوه؟ يعني هذا السؤال بصراحة كلياتنا نعرف نفسنا نعرف إجابته. ليش القضايا بتاخذ وقت طويل في المحاكم؟ السبب الأكبر لإطالة أمد التقاضي في المحاكم هي استغريت. كيف حالك؟ يعطيك العافية. احنا واحنا بندور عليكي كان في لك مقابله قديمه تقريبا من قبل 10 سنين كنت بتحكي عن ماده 308 اللي هي بتنص انه اذا في شخص اغتصب وحده اذا تجوزها تسقط عنه العقوبه. فانا مستحي اسالك عن الماده هاي موجوده لسه ولا راحت؟ فهل هي موجوده ولا لا؟ تم الغاء الماده، يعني تم الغاء الماده من نص قانون العقوبات، التغت تماما. فبالتالي هلا يعني من يعتدي او يغتصب، طبعا هي مش فقط في الاغتصاب، يعني كل هتك العرض، الاغتصاب، على الفتاة، خلاص التغت هذه المادة وبالتالي ما بيقدر الشخص يتزوج الفتاة وبالتالي هو بينحبس. شو نحط البديل اللي هو الحبس؟ ما في بديل، من يرتكب الجرم يعاقب بالحبس. طيب انت لما تشيل مادة زي هيك بأي طريقة هل بتسبب مشاكل إذا ما حطيت بديل إلها؟ يمكن أنا في قبل 10 سنين أنا من يعني من أوائل الناس اللي اشتغل على المادة 308 على موضوع إنه الاعتداء الجاني أو تزويج المغتصبة من الجاني. صراحة بعد ما انتشر التحقيق واشتغل وبدت من المنظمات النسائية بتشتغل على هذا الموضوع وكانت النتيجة هو إلغاء المادة. صراحة أنا من الناس اللي كنت ضد إلغاء المادة بهذه الطريقة، لأنه ما بصير أنت يعني تجتزئ جزء من التشريع دون توابعه وأثاره الأخرى. يعني على سبيل المثال 308 تم إلغائها اللي هو عدم تزويج الجاني من المغتصبة، وإحنا كنا ضد إنه تزويج الجاني من المغتصبة، لكن هناك أثار لهذه المادة. في حالات هناك نتاج أطفال نتيجة الاعتداء أو الاغتصاب الذي تم على هذه يعني صار حمل من بالضبط صار حمل أثناء يعني نتيجة الاغتصاب. هذا الأطفال هذول نتيجة الاغتصاب إيش مصيرهم؟ كان يفترض من المشرع الأردني أن يعالج هذه الجزئية وهذا الخلل وهذه الثغرة القانونية. والمشكلة ما زالت موجودة؟ طبعا المشكلة ما زالت موجودة، لأنه المحاكم الشرعية لا يجوز يعني إثبات النسب من حالات الاغتصاب. تعرف يعني في المحاكم الشرعية اللي يجب أن يكون إثبات النسب على فراش الزوجية، وهون ما في فراش زوجية لأنه حالات اعتداء وحالات اغتصاب. فبالتالي هذا الطفل إيش رح يكون مصيره؟ غالبية الأطفال هو مصيره موجودين في دور الرعاية الاجتماعية التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية، على الرغم أنه الدي ان اي بيثبت من هو الأب ومن هي الأم، وبالتالي لكن للأسف يتم إعطائهم أسماء وهمية لهذول الأطفال، على الرغم أنه الأم موجودة والأب موجود، وهذا بيؤدي إلى اختلاط الأنساب. فأنا بعتقد لمن كان المشرع كان الأولى عندما يتم إلغاء 308 أن يجد حلاً للأطفال الناتجين عن جرم الاغتصاب في قانون الأحوال الشخصية. يعني أنت عم تحكي لي أنه الطفل اللي ناتج عن الاعتداء هذا بيعطوه اسم وهمي رغم أنه أمه وأبوه موجودين؟ طبعاً، لأنه مش زواج، هو اغتصاب. حتى لو أثبت في الدي إن إيه؟ النسب يثبت على فراش الزوجية. أوكي. وبالتالي هذا الطفل نتيجة اعتداء واغتصاب.
لا يوجد زواج. فبالتالي كان يعني بهداك الوقت انه برجع بحكي لك احنا لسنا مع انه الفتاة تتزوج مغتصبها، لكن بذات الوقت انت المشرع يجب ان يضع حلا للاطفال الناتجين عن حالات الاعتداء والاغتصاب. اثبات النسب، حل لاثبات النسب طبعا، لاثبات النسب. وبعتقد يعني هذا الموضوع ليس فقط يعني فقط المشرع القانونيين، وانما يجب ايضا يعني يجلس على الطاوله رجال الدين في هذا في هاي الموضوع حتى يجدوا مخرجا لهؤلاء الاطفال. طيب قديش كميه الاطفال هذول كتار؟ يعني اكيد انا مش انا الشخص الصح اللي بدي اعطيك النسبه، لانه هي النسبه موجوده في وزاره التنميه الاجتماعيه، بادر هي بتعطي النسبه، لكن انا بحكي لك انه في حالات موجوده، وبحقوق الانسان لو حاله واحده تستحق انك يعني تبت في المساله او تجد حلا لهذه المساله. وجود طفل واحد من غير نسب على الرغم ان الدي ان اي قادر على اثبات من هو الاب ومن هو الام، بعتقد برجع بحكي لك لابد من جلوس رجال الدين مع المشرعين لايجاد حل لهذه المسألة. طب شو مصير الأطفال هذول اللي في دور الرعاية؟ موجودين هلا في دور الرعاية، هم بياخذوا أسماء وهمية، بتواجدوا في دور الرعاية الاجتماعية، بعدين بدور الأس أو أس بتتبناهم أيضا وبرعايتهم لحد سن 18 سنة. بعد سن 18 سنة هم بيخرجوا من إطار الحماية الحكومية أو كحماية الدولة لإلهم، وبينزلوا على المجتمع على الشارع، لكن للأسف هم بينزلوا من غير لا خبرات ولا حياة اجتماعية ولا عمل، وبالتالي بيصطدموا بواقع سيء ومرير في هذا الإطار. يعني ما يصير عمره 18 سنة بيفتحوا له الباب ويقولوا له تفضل تفضل. طب إذا كانت بنت، يعني بنت عمرها 18 سنة برضو بطلعوها هيك؟ شاب أو بنت يعامل نفس المعاملة، فهي إشكالية حقيقية يجب أن يتم مراعاتها. وبقولوا له دبر حالك. يا الله. طيب موضوع التشريع وموضوع القوانين بودينا على موضوع قرب الانتخابات. أنت عارف في قصص كتير بتنتشر أثناء الانتخابات، موضوع شراء الأصوات أو بيع الأصوات. يمكن هاي المشكلة يعني القائمة في كل مرحلة انتخابية سواء نيابية أو بلدية أو حتى مجالس المحافظات. بيع وشراء الأصوات موجود، وقانون الانتخاب نص بنص واضح وصريح على معاقبة المرشح والناخب، من أعطى ومن تلقى، فبالتالي بطريقة بشكل مباشر أو غير مباشر، قرض أو إن أو وعدوا بمنفعة بوظيفة أو أعطى مال أو أعطى مال، هذا كلياته بنص القانون في قانون الانتخابات. القانون يجرم هذه الحالة، ولديها على فكرة عليها عقوبة حبس، يعني مش المسألة مش سهلة. كمان المرشح في حال المرشح يتم طبعا الهيئة المستقلة للانتخاب في حال انه تولدت لديها البينات والأدلة وجمعت المعلومات مباشرة بتحولهم على مين؟ على المدعي العام. المدعي العام بيحقق في هاي المسألة. اذا كان المرشح يعني تم إدانته قد يصل إلى بعد بالإضافة لعقوبة الحبس أنه يمنع من الترشح يعني في هاي الدورة أو الدورات القادمة. بس إحنا شفنا في انتخابات حسب مقتضى الحال يعني. بس إحنا شفنا في انتخابات إن في مرشحين شو اسمه استمروا وحتى نجحوا وطلعوا عشان صار معهم حصانة. هلا برجع بحكي انه لما تتم تحويل الدعوه الى المدعي العام للمحكمه هي في مرحله التحقيق الاولي، والمتهم بريء حتى تثبت ادانته، فبالتالي المدعي العام بحقق. بعد ما بحقق المدعي العام بحول ملف القضيه للمحكمه اللي هي بتنظر بتتاكد فيها هل هذا الشخص بريء او بالفعل يعني تم يعني ارتكب الجرم. هلا اللي عم بيصير انه المرشح على سبيل المثال بيتم تحريك الشكوى باتجاهه. الحالات اللي صارت يعني في السابق انه تم تحريك الشكوى، لما تم تحريك الشكوى صدرت النتائج الانتخابات، لما صدرت نتائج الانتخابات باحد المرشحين فاز نجح، فبالتالي هو اصبح لديه الحصانه امام مجلس النواب، وبالتالي لرفع الحصانه ليتم محاكمته لابد من موافقه مجلس النواب على يعني على رفع الحصانه حتى يتم محاكمته امام القضاء. فبالتالي هون هي الاشكاليه، برجع بحكي ان المتهم بريء حتى تثبت ادانته، يعني لا يكفي ان يتم تحريك شكوى تجاه مرشح ولا ناخب بجرم بيع او شراء اصوات حتى المحكمه هي من تدين وتصدر بقرارا قطعيا.
الآن. بدي أحكي لك جزئية سواء كمتعلقة في الانتخابات أو غير الانتخابات. إنه إحنا عنا أحياناً الإدانة المجتمعية، يعني المجتمع بيجرم الشخص مجرد ما كان في شبهة على شخص إنه ارتكب جرم معين، خاصة في القضايا الجنائية والجزائية، إنه ارتكب هذا الشخص جرم حتى لو المحكمة برأته بيضل في نظر المجتمع مجرم. فبالتالي في عنا مشكلة في الإدانة المجتمعية، وحتى تطلع أنت من هاي الوصمة المجتمعية بيكون في إشكالية حقيقية. عشان هيك نحن دائما نحكي القاعدة الفقهية اللي إحنا دائما يعني هذا أول درس درسناه في علم القانون، المتهم بريء حتى تثبت إدانته. ما بصير أنا أوصم أي شخص بجرم حتى لو هناك أدلة، وهي لأنه في يعني حتى في القضاء في مراحل. في عندك مثلا على سبيل المثال المركز الأمني بجمع المعلومات، بجمع البيانات، بجمع هاي، بجهز الملف في مرحلة التحقيق الأولي، بنزل على المدعي العام الملف اللي عند المدعي العام. مرحلة التحقيق الابتدائي كمان هو بده يتأكد إنه هذا الشخص هل تم بالفعل ارتكب الجرم، هل في بيانات بدينه. إذا وجد إنه في بيانات بدينه بحول القضية على بيصدر قرار ظن أو اتهام، وبعد هيك القضية تم إرسالها للمحكمة، والمحكمة هي من تبت في أنه هذا الشخص بالفعل ارتكب هذا الجرم أو لم يرتكب هذا الجرم. ليس فقط عند هاي المسألة، هناك مراحل طعون رقابة على قرار المحكمة الأولي، عندك استئناف وعندك تمييز، فهو كل هذا رقابة على قرار المحكمة الأولي. لا نستطيع أن نقول أن هذا الشخص مجرم إلا بعد أن يصدر قرار حكم قطعي في هذا المسألة. واسمح لي كمان أضيف نقطة كثير مهمة، ليس كل من يرتكب، أنا هذا برأيي الشخصي، ليس كل من يرتكب جريمة هو مجرم. كيف يعني؟ معلش وضحي. أحيانا نرتكب نحن الجرائم بالخطأ، جهل قصدك، جهل، حادث سير بسبب إهمال، بسبب عدم يعني الالتزام بشواخص المرور، السرعة الزائدة، هذا لا يعني أنا مجرم، أنا خالفت القانون وبالتالي المحكمة بتصدر علي حكم لأنني خالفت القانون، فبالتالي الحكم هذا يعني بيكون رادع وأنا بنفذ هذا الحكم حتى يردعني لا أكرر ارتكاب المخالفة القانون مرة أخرى. وهناك معتادي ارتكاب الجرائم، هذول أنا بقدر أحكي عنهم، هذول مجرمين، هذول المكررين معتادي الجرائم، أو خلينا نحكي من امتهن الإجرام. لأنه حتى المكررين مش بالضرورة يكونوا مجرمين، هو كرر لأنه منظومة الإصلاح فيها إشكالية، منظومة الرعاية لهذا الشخص حتى لا يكرر الفعل مرة أخرى في إشكالية عنا في المنظومة. فبالتالي نميز بين من امتهن الإجرام ومين ارتكب الجرم بسبب خالف القانون لأول مرة أو حتى ثاني مرة، لكن لما بقدر احكي انه هذا مجرم وهذا يعني هذا رايي الشخصي وقد يخالفني فيه. طيب اسمحي لي اسالك السؤال بكل وضوح، تمام؟ انا بعت صوتي ب 20 دينار، ايش العقوبه اللي بتيجي علي؟ يعني تسمح لي بس ارجع لنص القانون. يعني قانون الانتخاب إجا بنص واضح وصريح على تجريم بيع وشراء الأصوات، وكما ذكرت لك في البداية أنا كل من أعطى أو قبل يعني الناخب والمرشح، هذه العقوبة لكليهما بالإعاقة بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 2، هذا بنص القانون. كل من المرشح والناخب إذا ثبت عليه أنه قام بإعطاء ناخب أو يعني بصورة مباشرة أو غير مباشرة مال أو أقرضه أو عرض عليه أو تعهد عليه بأن يعطي مبلغ من المال. أيضا يحرم المترشح الذي يدان بأي فعل من هذه الأفعال من حقه في الترشح في الدورة الحالية أو التي تليها حسب مقتضى الحال. وهون برجع بحكي لك يعني حتى يطبق هذه الجزئية يجب أن يكون هناك حكم قطعي بين المحكمة أنه تم إدانة هذا. يعني أنت تحكي لي أنه حتى لو وعدوا أني راح أوظفك بعد ما أنجح هي تعتبر طبعاً فيها سجن؟ هي ليس فقط مال وإنما حتى المنفعة. يعني اسمح لي بس بجزئية، بنلاحظ وقت الانتخابات بتكثر طرود الخير للناس الفقيرة البسيطة. هذا على فكرة هي أنا برجع بحكي لك نص القانون مباشرة أو غير مباشرة،
فبالتالي هي ليست فقط انه والله تعال انا تعال اعطيت صوتك خليني اسلمك ال50 دينار ولا ال100 دينار، قد تكون هي بطرق غير مباشره. طيب هون بالنسبه لموضوع الاجراءات اللي حضرتك بتحكي فيه بوديني لسؤال، انه ليش يعني هذا السؤال بصراحه كلياتنا نعرف نفسنا نعرف اجابته، ليش القضايا بتاخذ وقت طويل في المحاكم؟ يعني مزبوط في اشكاليه في موضوع اطاله يعني امد اسمحي لي التقاضي. انا يعني ليش بتاخذ وقت طويل في المحاكم لدرجه انه الواحد صار يبطل يرفع قضيه عشان ما تاخذ الوقت؟ يعني في ناس فعليا بدها فلوس من ناس قاعده بتقول خلاص بديش ارفع قضيه لانها حتقعد سنين. صحيح. شوف هلا اطاله امد التقاضي له اسبابه واسباب عديده، يعني ما بقدر نقدر نحكي انه في سبب واحد هو سبب اطاله امد التقاضي. انا بتفق معك انه يجب ان نضع حلا لموضوع اطاله امد التقاضي، لكن يجب ان نكون حذرين، لا السرعه في اجراءات التقاضي ولا البطء في اجراءات التقاضي يجب ان يكون على حساب العداله، لانه القضاء بالنهايه هو ملجا الضعيف، ملجا المظلوم، لم يلجا الى القضاء الا هو ملجاه الاخير، فبالتالي يجب ان تاخذ الاجراءات القضائيه حقها، الاطراف يجب ان ياخذوا حقهم في الدفاع وتقديم البينات والدفوع، والقاضي يجب ان ياخذ حقه ايضا في دراسه الدعوه والقضيه، هذه الاجراءات جميعها يجب ان تاخذ حقها حتى لا تكون على حساب العداله. لكن اسباب اطاله امد التقاضي تعود لعده اسباب، قد تكون تشريعيه وقد تكون متعلقه بالممارسات او اجرائيه متعلقه بطبيعه كل قضيه على حده مختلفه عن الاخرى. تشريعيه على سبيل المثال، نحن هناك نصوص قانونية بتحدد مدد قانونية، نحن ملزمين بهذه المدد القانونية، المقصود فيها أنه مثلا لمن أنا مثلا في الدعاوى الحقوقية لمن المدعي بيسجل دعوة يجب تبليغ الطرف الآخر أنه في عليك في أنه في دعوة، هاي يعني لما بتبلغ هذا الشخص المدد القانونية يجب أن يقدم هذا. على سبيل المثال إذا كانت الدعوة قيمتها لحد 10,000 دينار معه 15 يوم حتى يقدم لائحة جوابية وبينات، في حال كانت المبلغ أكثر من 10,000 دينار المدة بتصير من 15 بتصير 30 يوم، فبالتالي هناك 30 يوم حتى نقدم فيهم أنا بيناتي واللائحة الجوابية. هناك دفوع يجب على المحامي أن يثيرها، لأنه هذه يعني حتى قبل بدء يعني قبل المباشرة في الدخول في أصل في موضوع الدعوة يجب أن يثيرها، في حال عدم إثارتها هو يعتبر مقصر تجاه موكله. يعني هاي على سبيل المثال. إضافة كل قضية فدها بتاخذ حقها في مراحل الطعن، في عندك القرار الدرجة الأولى، في عندنا بعدين اعتراض، ممكن بعد استئناف تمييز، فبالتالي بده ياخذ حقه حتى يصل إلى قرار قطعي وبينزل على دائرة التنفيذ لغايات التنفيذ. هذا على سبيل المثال في القضايا الحقوقية. في القضايا الجزائية في عندي بالبداية المراكز الأمنية، إلقاء القبض، تجهيز الملف، أخذ أقوال الشخص، إرساله للمدعي العام، المدعي العام بيبدأ من مرحلة التحقيق الابتدائي، بعد مرحلة التحقيق الابتدائي بتتحول للمحكمة، المحكمة بتصدر قرار، بعد هيك القرار بده في 60 يوم للنيابة العامة للمشاهدة القرار، بعد هيك في عندي يعني في حال انه صاحب العلاقه بده يستأنف بده يميز، فشايف هاي التركيبه معقده في هذا الاطار. لكن السبب الاكبر لاطاله امد التقاضي في المحاكم هي موضوع التبليغات. كيف يعني التبليغات القضائيه؟ عدم وجود عناوين واضحه وصريحه لأطراف الدعوه او للشهود. هذه هي فعليا المعضلة الكبرى أمام القضاء. يعني إذا أنا شكيت مثلا على شخص بيكون عنوانه مش واضح فبياخد وقت طويل، عنوانه مش واضح فبالتالي والمحكمة لن تباشر بإجراءات الدعوة حتى يتم تبليغ الطرف صاحب العلاقة المدعي عليه حتى يتم تبليغ المدعي عليه، هون الإشكالية. أو بيكون أنا عندي من ضمن بياناتي عندي قائمة شخصية، عندي شهود، يجب أن يكون هناك أسماء رباعية للشهود وعناوين واضحة وصريحة للشهود. هون الإشكالية اللي بتكمن في موضوع التبليغات. هلا يمكن أنا بحكي لك إنه جديد من بعد كورونا تم يعني اعتماد أو إصدار نظام الوسائل الإلكترونية. هذا وهذه يمكن كثير ناس ما بتعرفها، انه هلا اصبح التبليغ على المسج وعلى التليفون هو قانوني.
معتمد ومعتمد أمام حتى المحاكم حتى لو ما شفته وأمام المحاكم. وفي مسألة كتير مهمة إنه كمان بيجهلها المواطن، إنه أنت لما بتراجع دائرة الأحوال المدنية أنت بتصرح عن عنوانك، هذا العنوان هو معتمد لدى المحاكم، أصبح معتمدا لدى المحاكم والحكومة في التبليغات القضائية والإدارية والمالية. طب إذا بلغوني بمسج وأنا ما شفتش المسج قدام المحكمة أنا تبلغت، هلا يعني المسألة تكون كالآتي: أنت مثلا تليفونك مثلا رجعت مثلا مركز أمني أو رجعت المحكمة وأعطيت وحطيت رقم التليفون، رقم التليفون لما على سبيل المثال لما في مرحلة الادعاء العام مش بينادوا الشهود بيجي أو صاحب العلاقة بالمحكمة بتأخذ كل بياناته، من ضمن بياناته رقم هاتفه، هذا رقم الهاتف اللي أنت صرحت فيه أمام المحاكم وأمام الجهات القضائية أصبح ملزما لك، وبالتالي ممكن تجيك المسج على هذا التليفون. فبالتالي هون أصبح التبليغ قانوني. المحامين لما بيسجلوا الدعوة بيصرحوا ببياناتهم، بريدهم الإيميل، بريد الإلكتروني وأرقام هواتفهم، فبالتالي التبليغ بتكون عبر هذه الوسائل الإلكترونية. هذا حديثا يعني النظام عم يطبق، عم يبدأ يعني تفعيل هذا النظام، وبالتالي هون الناس لازم كمان توعي وتعرف إنه ممكن إذا فيك مسج لازم تراجع المحكمة، لأنه تعرف إنه هاي التبليغات القضائية معتمدة. طب اسمحي لي أسألك سؤال واضح، هل برضو بطء الإجراءات في المحاكم إله دخل برضو في عدد القضاة الموجودين؟ طبعا لما بتحكي أنت مدور القاضي من 500 ل600 قضية في السنة، مش هذا جهد وتعب؟ والقضية يعني بالنهاية القاضي لما بيصدر قراره هو ملزم بالتسبيب والتعليل، فبالتالي القاضي يحتاج إلى وقت حتى يدرس قضيته. فلما يكون هذا العدد، ليش أخذ هذا القرار؟ طبعا هذا العدد بيأثر على يعني كمان يعني إطالة أمل، فبالتالي يعني لابد من زيادة أعداد القضاء. أيضا مسألة كتير مهمة، النيابة العامة كمان يجب يعني أن تفعل دور منع المحاكمة ووقف الملاحقة. يعني ما يحدث حاليا أنه أي قضية بتتحرك عند المدعي العام، المدعي العام بحقق في القضية وبيحولها على المحكمة، مع أنه عنده صلاحيات في القانون أنه أنت ممكن تمنع المحاكمة وتحفظ الأوراق إذا في حال عدم وجود بينات للظن على الشخص. هون في مثلا يعني المدعين العامين لازم هلا يعني يفعلوا هذا الدور لإلهم، لأنه هذا كمان بقلل أعداد القضايا اللي بتوصل للمحاكم. أعداد يعني عن اكتظاظ في أعداد القضايا، عشان هيك بتاخد سنين يمكن. طبعا وكل قضية بتاخد وقتها. ست غريد، في قضايا بتكون واضحة وضوح الشمس 100% وكل الأدلة موجودة وكل الشهود موجودين كل شيء، ورغم هيك بتقعد 4-5 سنين. شوف برجع بحكي لك، من يقرر انها واضحه ولا مش واضحه هو القضاء. يعني انت قد بتشوف انها هي واضحه، لكن هي هناك اجراءات قضائيه لابد انها تاخذ حقها من قبل القضاء. كمان القضيه فيها اكثر من طرف، يعني المشتكي او المدعي بده يقدم بينات النيابه اللي بتثبت انه الطرف الاخر ارتكب الجرم، بالمقابل الطرف الاخر بده ياخذ حقه في الدفاع حتى يثبت انه لم يرتكب الجرم. بالنهاية صار في عندي نوعين من البينات، عندي بينات للمشتكي وبينات المشتكي عليه، أو بينات المدعي وبينات المدعي عليه. من يقرر من يعمل توازن وزن لهاي البينة هي هو القضاء. هذا كلياته بده ياخد وقته. برجع بحكي لك إنه صدرت المحكمة قرارها، في عندي أنا مراحل طعون، في كل مرحلة من مراحل الطعون في تبليغات. بدنا نرجع كمان لموضوع التبليغات اللي هو قلتي عنه أكثر إشي بياخد وقت هو في هو يعني أكثر أسباب إطالة أمد التقاضي موضوع التبليغات. كمان في مسألة كتير مهمة، إنه إذا تم مثلا لم نصل إلى عنوان واضح وصريح لطرف الدعوة الآخر المدعى عليه، الإجراء بيكون تبليغه بالنشر في الجريدة. في الجريدة لما بتبلغ في النشر في الجريدة الإجراءات الدعوة، المحكمة بتكمل إجراءات الدعوة وبصدر قرار، وممكن يوصل لدائرة التنفيذ ويتنفذ القرار. الشخص قد يكتشف بعد سنوات أنه في عليه دعوة، بيجي بيطعن في إجراءات التبليغ بالنشر، بترجع الدعوة من أول وجديد. عشان هيك بحكي لك هلأ تفعيل الوسائل الإلكترونية رح يساعد كتير في موضوع
يعني التقليل من إطالة أمد التقاضي في موضوع التبليغات. وهذا برجع بحكي لك الشهود ممكن تتأجل الجلسة مرة ومرتين وثلاثة حتى يحضر الشاهد. وكل جلسة بين كل جلسة وجلسة أسبوع أو ممكن 14 يوم، فبالتالي هذا كلياته بنحسب ضمن إجراء مدد إجراءات التقاضي. طيب هلا بدنا نروح على أسئلة العمل والعقود. بتعرف هلا إحنا في نسبة بطالة عالية، فهلا الناس صارت تشتغل اي شيء حتى بدون عقود بدون شيء، في محل شاورما، في سوبر ماركت، في كل شيء بدون عقد. هلا انا نزلت اشتغلت في سوبر ماركت وتمام، وبعدين بعد فتره صاحب الشغل قال لي ما لك شيء عندي، شو الاجراء القانوني؟ يعني خلينا نحكي بس عقد العمل عشان نميز عقد العمل. عقد العمل يجب ان يكون في التبعيه والاشراف. إذا كان هناك تبعية وإشراف من صاحب العمل على العامل، نحن أمام عقد عمل. هاي مسألة كتير مهمة. هلا عقود العمل نوعين، في عقد عمل محدد مدة وفي عقد عمل غير محدد المدة. عقد عمل محدد المدة إنه أنا بشغل يعني هذا العامل بيشتغل عندي لغاية لتنفيذ غاية معينة أو لمدة معينة، مجرد انتهاء الغاية أو انتهاء المدة انتهى عقد العمل. وفي او انه انا باجي بتفق معك على انك تشتغل من غير ما احدد المده، هذا يعتبر عمل غير محدد المده. هلا مش بالضروره يكون في عندي عقد خطي مكتوب ما بين العامل وصاحب العمل، في اتفاق شفوي بيكون. الاتفاق الشفوي هو عقد عمل تاخذ فيه المحاكم، طبعا تاخذ فيه المحاكم ويتم اثباته بكافه طرق الاثبات. لكن احنا دائما بننصح الاشخاص انه لا، لازم يكون في عندك مكتوب حتى تريح يعني تساعد حالك في عمليه الاثبات. لانه مثلا اذا ما كانش مكتوب بدك تجيب اذا في حدا حواليك اللي بيشتغلوا معك انه يشهدوا الرواتب، انك بتستلم راتب، كيف طريقه استلام الرواتب حتى تثبت، بدك تثبت انه في عمل. لكن المشرع سهل للعمال بقانون العمل انه يستطيع اثبات عمله بكافه طرق الاثبات. عقود المياومه قانونيه؟ طبعا في ناس تاخذ عقود مياومه عشان لا يعني يفوتوا في التامينات والحكي هذا كله. هلا ما برجع بحكي لك على موضوع التبعيه والاشراف وقد ايه المده الزمنيه. هلا بكل حاله من الحالات يجب يعني كمان في احكام قانون الضمان الاجتماعي واشراك الشخص في الضمان الاجتماعي، يعني هي القانون مركب، قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي مرتبطين ببعضهم البعض. يجب برجع بحكي انه لكل شخص يجب ان يعي حقوقه العماليه. انا جاي بدي اشتغل عندك، بسوى اعمل هيك سيرش على موضوع قانون العمل، اعرف اللي الي واللي علي قبل ما اجي يعني احكي مع صاحب العمل. لانه من مصلحه صاحب العمل انه الشخص اللي قدامه يجهل بحقوقه العماليه، ما يعرف حقوقه. كل ما الشخص بيجهل كل ما هو بيسهل عليه استغلال هذا الطرف الآخر. لكن كل ما الشخص بيعرف بحقوقه العمالية كل ما بيضمن اللي إله واللي عليه. طب أنا كموظف أو كعامل إذا تعرضت لفصل تعسفي في عقد شهري أو في عقد مياومة، إيش أتصرف؟ يعني خلينا نحكي عقد نظامي، خلينا برجع بحكي لك إنه نفرق ما بين عقود محدودة مدة وغير محدودة المدة، لأنه كل حالة لها طريقة مختلفة. العقد محدد المدة في حال يعني صاحب العمل هو اللي أنهى العمل، هو ملزم بكل البنود المكتوبة ضمن العقد، فبالتالي ملزم براتب هذا الشخص عن الأشهر المتفق عليها داخل عقد العمل. هذا في العقد المحدود المدة والمكتوب. في حال عقد غير محدود المدة هون في التزامات بتوقع على الطرفين، إذا العامل هو اللي بده يترك الشغل أو صاحب العمل ما بده إياه يشتغل. صاحب العمل يجب كلا الطرفين إنه يرسل إخطار إشعار للطرف الآخر بعدم الرغبة، إذا كان العامل بعدم رغبتي في الاستمرار في العمل، أو صاحب العمل إنه أنا والله ما بدي إياك تكمل عندي. قبل قديش؟ قبل شهر. يجب إعطاه إشعار إخطار قبل شهر من ترك العمل، والعامل ملزم إنه يشتغل هذا الشهر. وتعتبر هذا، واذا ما اشتغلوا ما بياخذ راتب هذا الشهر، وبيقدر صاحب العمل انه يرجع عليه بتعويض في حال تعرض للضرر. لكن اذا صاحب العمل هو اللي ما بده العامل يشتغل،
يعني ما بده ينهي اعماله، فبالتالي عليه يختار العامل انه انا ما خلال شهر، انه يعطيه شهر انذار انه انا ما بدي اكمل معك العمل، وبالتالي العامل يعني ملزم انه يكمل شهر العمل، لكن اخر 7 ايام يحق له انه يترك العمل حتى يقدر يشوف عمل اخر. لا حضرتك حكيتي نقطه كثير مهمه، انه صاحب العمل بهمه جدا انه العامل ما يكون عارف كل حقوقه، فهي شغلة كتير مهمة. فهون بدي أسألك سؤال برضو مهم، أتوقع الناس كتير حابة تعرفه، موضوع إنه أنا في شغل جديد، أنا خريج جديد ورحت على شركة وأول مرة بوقع عقد، إيش أهم إشي لازم أطلع في العقد؟ يعني أهم شيء إنك تعرف اللي لك واللي عليك، هاي مسألة كتير مهمة، طبيعة العمل. لأنه اللي عم بيصير إنه بيجي أنا بتفق معك على طبيعة عمل معينة، بعد هيك بيتم يعني هذا العامل بيشتغل في عمل آخر غير أو بالإضافة للعمل اللي أنا متفق عليه. بدي أعطيك أنا مثال على سبيل المثال، السكرتارية وإدارة المكاتب، بيجي مثلا بيعمل عقد عمل مع السكرتيرة. هلأ واجبات السكرتيرة واجبات إدارية فيما يتعلق بالعمل، خلال مثلا العمل بيطلب منها تعمل قهوة وشاي وضيافة وتنظف المكتب وما إلى ذلك. هلأ إذا ما كانت هي بتعرف يعني، وقد يكون على فكرة مكتوب وهي مش مدركة إنه مكتوب في عقد العمل، لأنه أحيانا طبيعة العمل سكرتارية بيكون في بند المهام اللي راح تقوم فيها 1 2 3، وقد يكون من ضمن المهام القهوة والشاي، إعداد القهوة والشاي والنظافة وما إلى ذلك. فبالتالي يجب الانتباه جيدا إلى طبيعة العمل. طب احنا في الاردن المتفق عليه، طب احنا في الاردن ست تغريد، وفي مرات بتلاقي عقود بالانجليزي، وبيجي واحد ناجح توجيهي ومش عارف شو العقد وبوقع عليه، وفي شغلات مثلا بتكون مش مكتوبه في العقد، وزي ما حضرتك حكيتي انه بيخلوه يشتغل اشياء ثانيه، وهي بتصير في كل الشركات. ففهمت من كلامك انه اذا بدي اجي اوقع على اي عقد لازم يكون مكتوب الوصف الوظيفي بشكل واضح وصريح، بشكل واضح. يعني اذا انا مثلا مصمم لازم اكون المكتوب انه انا مصمم والاشياء اللي بعملها وعدد الساعات اللي بعملها، واذا في اضافي لازم برضه يكون موجود في العقد. يعني خليني بس اوضح مساله كمان على هذا، على هي الجزئيه، انه يكون المسمى الوظيفي واضح، هذا هي مساله كثير مهمه. 2، الراتب يكون واضح، مقدار الراتب يكون واضح، هاي كمان مسألة كتير مهمة. مكان العمل، المحافظة يكون واضح، إنه أنا عم بدي أعمل في عمان، حتى أحيانا بيكون في شركات لها فروع أخرى، ممكن يعني يتم نقل هذا العامل من هذا الفرع لهذا الفرع. إذا كان متفق عليه في العقد فهو من حقه، إذا كان مش متفق عليه بصفي إنه بندخل. في مسألة كتير مهمة أنا حكيتها، إنه إذا كان يجهل بحقوقه إنه ممكن صاحب العمل يستغله، لكن إذا كان العامل يعي بحقوقه ترى ممكن يساعد صاحب العمل كمان. يعني مسألة الوعي مهمة لكل الطرفين، لصاحب العمل وللعامل. مسألة ما هو متفق عليه في عقد العمل، لا يجوز أيضا يعني يكون في أي اتفاق يخالف بنود قانون العمل، حتى لو كان موافق عليها صاحب العمل، لأنه قانون العمل أعطى الحد الأدنى من الحقوق العمالية. يعني لو صاحب العمل والعامل اتفق على سبيل المثال إنه أنا ما بدي إجازات، ما بدي الإجازات، في بند بعقد العمل إنه العامل يتنازل عن إجازاته، هذا البند يعتبر باطل حتى لو وافق عليه العامل، فهو باطل بنص القانون. نقطة مهمة جدا. فيعني أنت بتحكي إنه أي شيء كان ضد قانون العمل وموجود في العقد وأنا وقعت عليه، هذا يعتبر هذا العقد باطل. أي يعني قانون العمل، النصوص القانونية الواردة في قانون العمل أعطت الحدود الدنيا من الحقوق العمالية للعامل. هل عقد العمل اللي بيني وبين صاحب العمل ممكن يكون يشتمل على بنود أفضل مما وردت في قانون العمل، لكن إذا وردت على بنود أقل من قانون العمل فهي باطلة، إذا وردت على بنود تخالف نصوص موجودة في قانون العمل فهي باطلة. وأعطيتك مثال، إنه على سبيل المثال إنه إذا اتفق صاحب العمل مع العامل إنه أنا ما بدي إجازاتي، فهو هذا مثلا اتفاق باطل يعني لا يعتد فيه. طيب بحاول أبسط الفكرة للناس، مثلا واحد انفصل فصل تعسفي ولا صار عنده مشكلة في العقد، وين يروح؟ وين يتجه؟ مين هي الجهة اللي لازم أنا أطلع من الشركة الآن وأروح عليها؟ يعني كتير مسألة مهمة كمان لازم يعيها العامل، إنه تقادم الحقوق العمالية 2 سنين،
يعني مش أنا أسكت على حقوق العمالية بعد سنتين أجي ألجأ للمحكمة، لأن المحكمة ما رح يعني ممكن يتم الدفع بالتقادم وبالتالي بيسقط حقه في الحقوق العمالية. شو قصدك بالتقادم؟ يعني أنا صار لي سنتين شغال مرور الزمن؟ لا، مجرد ما فصل صاحب العمل تم فصل العامل معه سنتين حتى يلجأ إلى المحكمة لتقديم المطالبة بحقوق العمالية، بعد سنتين يفقد حقه بمرور الزمن. هاي واضحة، بس أنا سؤالي إنه أنا بحاول أنا أبسط، أنا بحاول أبسط الموضوع، إنه أنا انفصلت فصل تعسفي الآن وأنا طلعت من الشركة، وين أروح أشكي؟ وزارة العمل، وأوقف محامي، أروح على المحكمة، شو أعمل؟ لا هو هلا بتقدر أنت بتشتكي على وزارة العمل، لكن حتى تحصل حقوقك العمالية لازم تلجأ إلى المحكمة. المحكمة هي من يعني هي صاحبة الفيصل في هذا في هذا المسألة، والمحكمة بتدرس القضية. إذا كان مثلا تبين بالفعل إنه في فصل تعسفي بيطلع له حقوق عمالية، هاي الحقوق العمالية اللي بيطلع له بيطلع له بدل فصل تعسفي أجر نصف أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة بحد أدنى يعني لا تقل عن أجر شهرين، بيطلع له بدل مكافأة نهاية الخدمة في حال أنه ما كان مسجل في الضمان الاجتماعي، وهي أجر شهر عن كل سنة خدمة فعلية، بيطلع له بدل شهر الإنذار في حال أنه ما حصل على شهر الإنذار، بيطلع له بدل الإجازات إذا ما حصل على إجازاته خلال فترة عمله، بدل العمل الإضافي أو العطل في أو العمل في بدل العطل الرسمية إذا كان يعمل في العطل الرسمية، بالإضافة شهادة الخبرة، أي استحقاقات أخرى كان منصوص عليها ومتفق عليها فهو بيستحقها. أنت مع العامل إنه يلجأ للنقابات أو إنه مثلا يشترك في النقابات؟ يشترك اشتراك؟ يعني النقابات كتير مهمة، لأنه هي يعني أولا دائما بتدافع عن يعني عن عمالها، وإضافة النقابات هي أكثر إنه يعني حقوق مهنية بتضمن له يعني حقوق مهنية إلى العامل احترافية بالضبط أكثر. أنت مع القضايا الجماعية؟ يعني مثلا في بصير فصل تعسفي مثلا 10 أشخاص، يفضل ان كل واحد يرفع قضيه ولا كلهم بيقدروا يعملوا قضيه واحده؟ طبعا لا طبعا كل حدا بيرفع قضيه، لان كل حدا فيهم له حيثيات مختلفه وقائع مختلفه، راتبي بيختلف عن راتب الطرف الشخص الاخر، طبيعه عملي بتختلف عن طبيعه الشخص الاخر، متى انا بديت العمل متى انتهى العمل بتختلف، فبالتالي لا كل شخص بيرفع دعوه بشكل مستقل. في سؤال، في مقوله كثير مشهوره بقول لك انه الانثى او السيده مصدقه امام القضاء وامام رجال الامن، هاي حقيقة ولا خرافة؟ لا أكيد مش حقيقة، يعني لأنه القانون والقضاء الجميع أمامه متساوين، يعني ما في امرأة ولا في رجل. لكن هي مشهورة المقولة، بس مش صحيحة أبدا، مش صحيحة، لأنه القواعد القانونية هي بتأتي شاملة وعامة ومجردة سواء لذكر أو لأنثى. لكن أنا أتفهم مثلا هذه المقولة في بعض القضايا أنه قد يكون المقصود فيها تحريك القضايا المتعلقة بالاعتداءات أو القضايا الجنسية، في حال مثلا تعرضت المرأة لاعتداءات جنسية فهون، وفي على فكرة في كتير قضايا بتكون تبلي يعني من صحيح. المرأة على الرجل في القضايا الجنسية، هون في إجراءات قضائية أو إجراءات قانونية يجب اتخاذها، من يعني إلقاء القبض على هذا الشخص، تحويله للطب الشرعي هو وهي لأخذ العينات، عرفت، حتى تستكمل جميع الإجراءات القانونية. هذا الشخص هو بتعرض لتوقيف وبتعرض ل يعني ل فهي أنا بعتقد قد تكون المقولة المقصود فيها في القضايا الجزائية أو الجنائية المتعلقة بالاعتداء. بيحكونها كمان أمام الأمن، يعني أمام رجال الأمن والمخفر وشغلات هاي. لا أبدا مش صحيحة، أبدا مش صحيحة. أنا بعطيك إياها من واقع العمل في المحاكم، هي مش صحيحة، لكن برجع بحكي إنه في قضايا الاعتداءات الجنسية مباشرة، لأنه بيتم يعني هناك إجراءات يجب اتخاذها، لكن يتم يعني من إلقاء القبض على الشخص، وزي ما حكيت لك إنه في إجراءات لازم حتى لا يضيع الدليل. وهو مصلحة للطرفين يعني بالنهاية، يعني إذا كان هو بريء يتم يعني، فهي لا مش صحيحة المقولة أبدا. طيب، في كل اللي بيشاهدنا الآن
اكيد صارت معه او صارت مع حدا بيعرفه انه في محامي بيتصل عليه بيقول له معك مكتب المحامي الفلاني الفلاني، انت في عليك فاتوره 30 دينار 40 دينار قبل 10 سنين لاحد شركات الاتصال، مع انه هو بيكون متاكد انه هو دفع هاي الفاتوره هاي او رجع الخط. وبصيروا يهددوه، يعني بصيروا يهددوه انه والله غير نحط اسمك على الحدود وغير نرفع عليك قضيه، ومعنا بكون 30 دينار 40 دينار فقط يعني. ف واحد اتصل علي، شو اعمل؟ اسكر الخط بوجهه ولا ما اهتمش في الموضوع ولا شو الاجراء؟ يعني خلينا نحكي كل حسب كل حدا بيعرف ايش اللي عليه وايش اللي عليه. يعني اولا موضوع يمكن كثير بالفتره الاخيره يعني الاف الاتصالات اجت لكثير الناس من مكاتب التحصيل التابعه لمكاتب المحامين للمطالبه بقيمه فواتير الاتصالات والهواتف، وبتكون مره مضى عليها زمن وعقد زمني طويل، وزي ما يعني انه والله اذا في حال ما تراجع نباشر بالاجراءات القانونيه بحقك وكذا. طبعا لا يحق يعني لهي المكاتب انها تقوم بالتهديد او التوعيد لهذا الشخص، فضلا انه غالبيه مكاتب التحصيل على فكره هو مش يعني اللي بيتصل هو شخص مش محامي، وبالتالي هي أيضا فيها مخالفة مسلكية في مكاتب التحصيل. قرار فيه هناك قرارات يعني اجتهادات محكمة التمييز حسمت هاي المسألة واعتبرت أن فواتير الاتصالات أو المطالبة بقيمة فواتير الاتصالات والهواتف هي من الحقوق الدورية المتجددة التي تنقضي بمرور 5 سنوات. يعني قصدك تسقط بالتقادم، تسقط بالتقادم بعد مرور 5 سنوات، وبالتالي لا يستطيع يعني الشخص إذا أنت فاتورتك الهاتف أو الاتصالات كانت مرض على مضى عليها 5 سنوات فلا يحق لهذا الشخص أنه يرفع عليك دعوة، وإذا في حال رفع الدعوة مباشرة أنت بتدفع بدفع مرور الزمن، لأنه في كتير ناس ما بترفع يعني ممكن يرفع الدعوة إذا ما دفعت بمرور الزمن ممكن إنه أنت يعني كمان هاي كمان مسألة كتير مهمة ممكن أنت يعني تدفع هذا الحق. لكن بالنهاية بدك أنت تشوف هل بالفعل مضى على الانتهاء مضت مدة 5 سنوات أم لم تمضي مدة 5 سنوات. بيطالبوا بفواتير ب2010 و2011. طيب في ناس كتير بتخاف يعني بنحط اسمك على الحدود وغير نخرب بيتك وغير سنحنزل عليك قيد، فبقول لك 30 40 ليره بروح بدفعهم، فاتوقع هم بيلعبوا على موضوع الخوف وفي ناس فعلا بتخاف وتروح تدفع. يعني موضوع الخوف وموضوع عدم الوعي، يعني لو كان هذا الشخص واعي انه لن يستطيع انه يتخذ اي اجراء، لانه كمان موضوع التعميم على حدود هذه اجراءات قضائيه وقرارات وقرار بدها تكون قرار محكمه ولازم يكون هناك دعوه امام المحكمه، مش والله مين ما بده يرفع يعني بحط هيك مش كبسه زر انه يحط اجراء يضع اسمه على حدود او يعمل عليه تعميم. هذا الحكي على فكره ابدا مش صحيح، لانه هناك اجراءات يجب ان يكون هناك اصدار قرار قضائي بالتعميم على هذا الشخص. فبالتالي مساله الوعي كتير مهمة. لو هو يعي انه هذا الكلام مش صحيح ولا غير وغير قانوني، يعني في النهاية هي مكاتب تحصيل مش مكاتب تحصيل تابعة لمكاتب محامين. في قضايا كثير صارت في الفترة الماضية على موضوع المدارس الخاصة، عشان يحرجوا الأهالي ويخلوهم يدفعوا الأقساط بيروحوا بيجيبوا الطالب وبيحرجوه قدام طلابه وبقولوا له خد شنتك وروح، أو مثلا خد هاي الورقة أعطيها لأبوك وبيحرجوه قدام كل الطلاب. هاي الطريقة من الطرق. هل الإجراء هذا للأسف منتشر؟ هل الإجراء هذا قانوني؟ أنا كأب صار معي الموقف هذا، هل في إجراء بقدر أخده ضدهم؟ طرد الطالب من المدرسة بسبب الأقساط في المدرسة أو إحراجه قدام يعني زملاء. طبعا هذا مخالف للقانون تماما، مخالف للقانون. أولا القانون على فكرة حقوق الطفل تم إقراره حديثا نص على أنه لا يجوز إحراج الطالب، وقانون وزارة التربية والتعليم لا يجوز الإساءة للطالب أو إحراجه والمطالبة بالحقوق بالأقساط المدرسية، لأنه الأقساط العلاقة ما بين فيما يتعلق بالأقساط المدرسية هي العلاقة ما بين المدرسة ولي الأمر، ليس الطالب ما له علاقة فيها. فبالتالي لا يجوز ويعتبر مخالفة للقانون أنك تحرج الطالب أو تطالبه بمستحقات الأقساط المدرسية أو تطرده من المدرسة أو الصف بسبب المستحقات، أو أنه ما يقدم امتحان بسبب أنه عليه مستحقات أو أقساط مدرسية، أو حتى يعني لا يعني تخيل كمان القانون بيحمي الطالب أنه لا يحق للمدرسة الخاصة أنها تمنع أو تحجز ملفه حتى الولي أمره ينقل الطالب لمدرسة أخرى. يعني كمان حجز الملف ممنوع؟ طبعا لا يجوز.
حتى لو عليه أقساط مدرسية. الأقساط هي مطالبة مالية ما بين المدرسة وما بين ولي الأمر. تستطيع المدرسة اللجوء للقضاء وتطالب بالمواضيع بالقيمة المالية، لكن لا يجوز تحت طائلة المساءلة القانونية وتعتبر مخالفة لولي القانون وزارة التربية والتعليم إنها الطالب إنها تحرم الطالب من أو تطرده من المدرسة أو تحجز ملفه. في مدارس ما بتعطيش شهادة، يعني مثلا انه مثلا ما دفع الفصل الاول ما بيعطوه شهادة الفصل الاول، كله مخالف للقانون. هذا مخالف للقانون، مخالف للقانون. طيب، هي مطالبة مالية مستقلة عن مرحلة التعليم، حق التعليم مكفول بنص الدستور الأردني. فبالتالي هاي علاقة مالية ما بين، برجع بحكي، ما بين المدرسة وولي الأمر. الطالب والحق في التعليم يجب أن لا تمس المطالبة المالية هذا الحق. وهناك نص واضح وصريح في قانون وزارة التربية والتعليم. يعني تسأل المدرسة وتحاسب تحت الطائل تحويلها للمحكمة أو وقفها عن العمل أو إلغاء ترخيصها. لهالدرجة؟ طبعا. أوكي. طيب، سؤال فرعي، سلامة الطالب داخل المدرسة هي مسؤولية المدرسة صحيح؟ إذا تعرض لا سمح الله لأي شيء أو مثلا طلع من باب المدرسة بدون ما يعرفوا، هاي بتكون مسؤولية المدرسة صحيح؟ صحيح. طيب، نرجع لموضوع الأقساط، إنه أنا صار معي الموضوع هذا، وين أتوجه؟ في حال إنه المدارس الخاصة أصرت على أو طردت الطالب أو حرمته من تقديم امتحان أو يعني أو حجزت ملفه، حجزت ملفه أو تعرضت له بأي إساءة متعلقة بالأقساط المدرسية، ولي أمر الطالب عليه أن يتجه مباشرة إلى وزارة التربية والتعليم وتقديم شكوى في حق المدرسة. طيب، سؤال له دخل في الطلاب، إذا تعرض طفل للتحرش الجنسي، بتعرف في أهالي، كثير في أهالي للأسف إذا عندهم طفل تعرض للتحرش الجنسي بسكتر الموضوع وبقول لك استيرة ومن حكي هذا ثقافة الصمت الموجودة. صحيح. إذا لا سمح الله في عائلة يعني مثلا صار عندهم هاي الحالة، إيش تصرفوا؟ يعني بس خليني أوضح لك إشياء موضوع التحرش الجنسي. طبعاً. لأنه موضوع لأنه ما في تعريف قانوني للتحرش الجنسي، والتحرش الجنسي بيبدأ من النظرة والتحديق للإيحاءات للقول لللمس يعني للفعل لللمس للتقبيل للعورة. فبالتالي هي بتدرج التحرش الجنسي، مفهوم واسع لموضوع التحرش الجنسي. لأنه حتى مثلا في بعض العبارات هي تحرش جنسي. صحيح. موضوع التحرش الجنسي خاصة في المحاكم، يعني في حال لم يصل إلى موضوع الاعتداء الفعلي بصفي، موضوع إثباته يحتاج إلى كثير من إجراءات الإثبات. وبتعرف هلأ اللي بده يرتكب جريمته فيما يتعلق بالمواضيع الجنسية ما بيرتكبها على العلن، بيرتكبها على يعني بالخفاء وبالسرية تامة. فموضوع كثير مهم إنه نلغي ثقافة الصمت والخوف في حال التعرض للاعتداء الجنسي للأطفال أو حتى للنساء. ليه؟ لأنه ثقافة الخوف وثقافة الصمت أنت تعطي فرصة لهذا الشخص المجرم أن يقوم بالاعتداء على آخرين ويكرر دون أن يتم، يعني مجرم فار، مجرم بين الناس. فبالتالي أنت بتعطي هاي الفرصة لهذا الشخص. عشان هيك كتير مهم أنه الأهالي أولا تربية الطفل على ثقافة إنه في أماكن في جسمك ممنوع لأي شخص أن يلمس هاي الأماكن. أماكن العورة في ممنوع إنه شخص يلمسها. فبالتالي هون في كمان ثقافة، يعني تربية الأهل، تربية المدارس لهؤلاء الأطفال. في حال تعرض الطفل للتحرش الجنسي كتير مهم في اللي بيصير بسبب الجهل بالقانون، إن الأهل شو بيعملوا؟ بيروحوا مثلا بغيروا أواعي للطفل أو بحمموه بعدين بياخدوه على المركز الأمني حتى يحركوا شكوى. هيك بيكون هو ضيع الأدلة بالكامل، ضيع الدليل كله، ضيع الدليل بالكامل. فبالتالي مجرد ما ابنك بيجي بيحكي لك أنه تعرض لتحرش جنسي خاصة اعتداء، مباشرة ابنك كما هو بأواعيه بتاخده على المركز الأمني مباشرة حتى يتم فحص العينات، لأن العينات بتكون موجودة، وبالتالي الوصول والاستدلال على الشخص الذي ارتكب هذا الجرم. فهي مسألة كتير مهمة. طيب، بتعاملوا مع هاي القضايا بشوية سرية عشان طبعاً
قضايا الأطفال يعني هي قضايا يعني قضايا سرية. ليه؟ لأنه أنت بتحكي يعني قانون حقوق الطفل بيضمن للطفل كل ما يتعلق فيه بالسريات. هلأ في عندنا شوية أسئلة بتبان ساذجة ولكن هي أسئلة كتير مهمة. تمام، أنا طالع من البيت ومعيش هوية، وقفني شرطي وقال لي وين هويتك، أو أمن وقائي وقفني وقال لي اشتبه فيه وقال لي وين هويتك وأنا مش حامل هويتي، هل يحق له أنه يحجزني؟ يعني أولا بدي أحكي لك أنه هاي مش أسئلة ساذجة، بالعكس هي أسئلة مهمة لأنها بتلامس يوميات ومجريات حياة الناس. أولا البطاقة الشخصية هي بطاقة تثبت هوية الشخص، وبالتالي يجب على الشخص أن يكون يقدر يكون حاملها. إذا بتلاحظ أنه إحنا في الأردن اللي عمره 16 سنة مباشرة ولي أمره بيروح بيطلع له بطاقة شخصية لأنها هي اللي بتثبت هوية هذا الشخص. رجال الأمن تدخل ضمن أعمالهم وواجباتهم إنه استيقاف الشخص وطلب هويته لأخذ من يعني لتأكد إنه هذا الشخص هو صاحب العلاقة، خاصة في لما يكون في مثلاً في أماكن شبهة أو في شخص مطلوب عم يبحثوا عنه. فبالتالي إذا بتلاحظ إنه كتير مواقف مثلاً بيوقفوا باص بيطلع الشرطي بيطلب الهويات، فبالتالي هاي تدخل ضمن أعمال وواجبات الشرطة لأنها تدخل ضمن أعمال الاستدلال، وهي يمكن مفهوم في القضاء معروف اللي هو استيقاف. فبالتالي بيستوقف الشخص بيطلب هويته، لكن هي برجع بحكي لك ممكن إذا اشتبه في الشخص يدق على اسمه إذا كان مطلوب يتم إلقاء القبض عليه. بس إنه مش عشان إنه مش حامل الهوية إنه يلقي القبض عليه. هلا مش لانه مش حامل الهويه، لكن هو عدم حمله للهويه قد يثير الشكوك حوله. اللي بيصير كمان يعني الموضوع بيتطور بيكبر انه الشرطي بيطلب من الشخص الهويه، هذا الشخص مش معهوش هويه، بيصير في انا ما بدي اعطيك الهويه مش معي الهويه، بيصير في ملاسنه. لما بيدخل الموضوع بالملاسنه المشكله اللي ما بيعيها المواطن انه دخل بجرم مقاومه رجال الامن، وهذا جرم مختلف، هذا جرم ثاني مختلف يستوجب التوقيف. بحب احكي لك فبالتالي لانه يعني مقاومه رجال الامن قد تكون بالقول وقد تكون بالفعل. مساله يعني من واجب، لانه اصلا من واجبات الشرطي رجال الامن المحافظه على الامن. صحيح. طيب هلا في قصه اثيرت قبل فتره انه في شخص وقف شرطة السير وصار الخلاف انه انا لازم انزل لشرطة السير ولا لازم شرطة السير يجي للسياره. يعني شوف، هي ما في نص قانوني بيحكي مين بينزل للتاني، لكن هي سلوكيات وأخلاقيات يعني في التعامل في هاي المسألة. ويمكن مديرية الأمن العام من باب احترام المواطن دائما إذا بتلاحظ بنسمع إنه خليك أنت في سيارتك، الشرطي بيجي لعندك بياخذ بياناتك، لكن هذا لا يعني إنه والله إذا طلبك الشرطي إنه تعال خليني أخذ بياناتك إنك تنزل من السيارة. يعني هي مسألة سلوكيات وأخلاقيات، خلينا نكون مرنين مع بعضنا البعض في هاي المسألة. طيب في طبعا أنت عارفة كيف النظام في الأردن ماشي، حبي لا سمح الله صار حادث معين بيصير يقول لك خلاص بصلح لك وكذا. إذا أنا لم أفتح كروكا في حادث حتى لو كان بسيط، هل مخالف للقانون؟ يعني هو شوف، هي مش جريمة، يعني أنك ما تفتح كروكا هي مش جريمة، لكن الأفضل أنك تفتح الكروكا، لأن أحيانا بيكون في يعني كيف بدي أحكي لك، تكون الضرر بسيط لا يستدعي فتح الكروكا. فتح الكروكا عليه رسوم، وكمان فيه هلأ كمان على قانون السير فيه نقاط بتنحط على السائق والمتسبب في الحادث. لكن دائما إحنا من باب الوعي القانوني بنحكي يفضل أنك تفتح كروكا. ليه؟ لأنه عدم فتح الكروكا شركات التأمين ما بتتعرف على الأضرار اللي على المتعلقة بالسيارة. اثنين، تحمي حالك انه هاي الضربة الموجودة في سيارتك هي ناتجة عن حادث سير، مش انه بسبب جريمة، لانه احيانا بتدخل في هذا الطابق انه يكون في جريمة قد ارتكبت في سيارة، في مواصفات سيارة قريبة من مواصفات سيارتك، فانت بتدخل في طابق قد يعني تدخل حالك في متاهة وشكوك جرمية. حادث دهس قصدك؟ يعني حوادث الدهس، هي حوادث يكون قد هرب من المكان او ما الى ذلك، بس قد تكون جريمة سرقة، جريمة كذا كان فيها يعني، فبالتالي سيارة مشابهة لسيارتك فيها السيارة فيها اضرار، فانت بتدخل في طابق يعني شكوك جرمية أخرى. فوجود مخطط كروكي بيثبت أنه والله في الساعة الفلانية وفي اليوم الفلاني وفي هذا الوقت أنه تم ارتكاب حادث مروري، فهو حماية لك
اكثر من انه يكون ضدك. هو في الناس بتقول لك يعني هو فتح لك روكب يعني اكثر من تصليح السياره، فعشان هيك ما بيعمل. مزبوط. عشان هيك انا دائما بحكي يعني انا يعني بصراحه يعني دائما بنحكي على الحكومه يا جماعه خففوا الرسوم على الناس. صحيح. سواء رسوم قضائيه ولا اي رسوم، لانه التخفيف الرسوم هذا بيساعد. هلا قد يكون هو سلاح ذو حدين، بحكي لك قد يكون حتى الناس انها تزيد من الانتباه والاحتياط، ولكن ما حدا يعني نادرا لا في 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 مفتعلين الحوادث موجودين، لكن ما بنطبق على الجميع هاي المسألة، فبالتالي بتكون الرسوم منطقية. طيب هلا في مرات بتصير انه في شرطي سير بخالف واحد في شارع ومثلا بيقول انه لازم توقف بالطول او بالعرض وفيش شاخصة اصلا موجودة في الشارع، او مثلا ممنوع الوقوف هون بروح بخالفه وفيش شاخصة. في حالة زي هيك شو لازم الواحد الشخص يتصرف؟ يعني هو الأصل إنه وجود الشواخص ماشية، بس ما بصير يعني برضو يعني يخالفني على سبيل المثال إنه هاي الدخلة ممنوع المرور وفي الشاخصة إنه ممنوع المرور وأنا دخلت من هاي الدخلة، أو ممنوع تروح شمال وفي شاخصة بتحكي لي ممنوع تروح شمال. في هاي الحالة في حال صارت المخالفة للشخص إنه يطعن بصحة المخالفة، فبيلجأ للمحكمة وبيطعن في صحة المخالفة. المحكمة ولا إدارة المرور؟ لا مع المحكمة بقدم طعن، وحتى بيروح على حتى يروح على دائرة المرور أو المحكمة، لكن إنه يطعن يعني الفكرة إنه يطعن بصحة المخالفة. فهون وبيثبت إنه ما كان في هذا المكان أي شخص من شواخص المرور، وبالتالي يتم إلغاء المخالفة بحقه. طيب يتم الفصل فيها بسرعة ولا بتاخذ وقت؟ لا بتم من بسرعة بتتم الفصل. من برضو من القضايا اللي دخل في الشوارع وهيك، وبرضو أثيرت كثير في الفترة الماضية، إنه في مرات مهن معينة بدفعوا الأمانة إنه حق مواقف، تمام؟ فالسؤال هون إنه أنا جيت وقفت قدام محل وصاحب المحل قال لي ما توقف هون، قانوني هالموضوع ولا بحق لي إني أوقف؟ يعني هاي من أكثر الإشكاليات الموجودة على فكرة، إنه ما بتقدر أنت تصف أو بتلقى مكان تصف فيه سيارتك بسبب الحواجز المحطوطة، سواء قدام صيدلية ولا قدام محل سوبر ماركت ولا قدام محل مفروشات ولا محل بيع ملابس. الكل بيحط حاجز الشارع اللي قدام محله بحواجز مثلثات أو كرسي أو حاجز أيا كان هذا نوع الحاجز، هذه مخالفة قانونية بحد ذاتها، وبالتالي لا يحق لصاحب المحل انه، لانه الشارع ملك للجميع، وانت هيك بتعيق حركه التنقل اللي هو اصلا حق التنقل مكفول بالقانون ومكفول بكل المعاهدات الدوليه، حق الشخص في التنقل. وبرجع بحكي الشارع هو حق للجميع. يعني اذا جيت وقفت قدام محل ما بيقدرش صاحب المحل يقول لي ما توقف، ما بيقدر يحكي لك. وعلى فكره انا ياما عملت بشيل الحاجز وبحكي لي انا هذا مرخص، بحكي له طلع لي الترخيص اللي بيعطيك انه هذا الجزء من الشارع ملكك، الشارع ملك الجميع. طب سؤال. ما لا يجب، وبالتالي يعني حتى بس احنا عندنا إشكالية إذا بتسمح لي، إنه احنا ما بنقدم شكاوى. يعني كم محل بيكون عامل حواجز قدام محله مباشرة، زي ما بيحكوا الواحد يعني حتى ما بده يعمل مشاكل بيلف وبروح بيدور على. والمشكلة في عمان مشكلة كمان وجود باركينج، انك تصف سيارتك في اشكالية في هذا الموضوع. صحيح صحيح صحيح. فبالتالي لو كل حدا فينا قدم شكوى لأمانة عمان انه هاي المحلات عم بتخالف، بيتم ازالة هاي المخالفة وتغريمها. في سؤال، احنا كثير متأثرين بالافلام لما بنشوف واحد بتوقف الشرطة بقول له بدي المكالمة تاعتي، بدي بحكيش غير بحضور المحامي. طبعا هل هذا الكلام كله كلام افلام، ولا انا اذا لا سمح الله تم ايقافي من الشرطه او من جهه قضائيه شو هي الحقوق اللي لي؟ يعني خلينا بس اوضح انه في هناك ضمانات محاكمه عادله للشخص، سواء في المرحله ما قبل يعني مرحله القاء القبض، وضمانات محاكمه عادله خلال مرحله التحقيق الابتدائي وخلال المحاكمه. خلال مرحلة إلقاء القبض يمكن أهم يعني أو أبرز يعني ضمانات المحاكمة العادلة إنه الشخص يعني يبلغ أهله، يبلغ ذوي إنه أنا والله تم إلقاء القبض علي وأنا موجود في المركز الأمني الفلاني.
الاتصال بمحامي. يمكن هدول مش موجودين في نصوص القانون الأردنية، لكن هم موجودين في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية اللي الأردن مصادق عليها، وما دام الأردن مصادق على هاي المعاهدات والاتفاقيات الدولية هي تعتبر جزء من القانون، جزء من التشريع الوطني. فبالتالي يعني أبسط الحقوق إنه أنا أخبر أهلي وأتصل بمحامي إنه أنا موجود في المركز الأمني حتى يعني يكون على علم. مسألة كتير مهمة إنه على يعني في المركز الأمني يجب أخذ أقواله فور إلقاء القبض عليه وإرساله للمدعي العام خلال 24 ساعة. في حال لم يتم أخذ أقواله خلال فور إلقاء القبض عليه وإرساله للمدعي العام خلال 24 ساعة يتهم، يعتبر هذا حجز تعسفي ويسأل الموظف عن جرم حجز الحرية. فهي مسألة كتير مهمة. إضافة حقه أنه يقرأ أقواله اللي أخذت منه، وقع على هذه الأقوال، أن تؤخذ هذه الأقوال دون خوف ودون تهديد ودون تعرض للأذى أو الضرب أو للتعذيب. وعلى فكرة هاي الضمانة نص عليها الدستور الأردني، أنه لا أنه عند إلقاء القبض يعني لا يجوز توقيف الشخص أو إلقاء القبض عليه أو حبسه أو كذا، يعني يجب أن احترام كرامته الإنسانية واحترام كرامته وسلامة جسده أيضا. وبالتالي هذا بنص الدستور، لا يجوز تعذيبه، تعرضه للأذى، التهديد أو الإساءة إليه تحت طائلة بطلان أقوال هذا الشخص. يعني إذا أثبت هذا الشخص أنه تم تعذيبه أو تعرض للأذى أو الضرب أو الإساءة، فهون بتبطل هذه الأقوال، وهذا بنص الدستور الأردني. طيب، انتشرت فيديوهات كثير لناس بيعذبوا حيوانات، مثلا بيعذب قطة، بيعذب كلب، هاي الأشياء كلها، هل في قانون يحكم هذا الموضوع؟ يعني في قانون العقوبات الأردنية بيحكم موضوع الإساءة إلى الحيوانات، لكن أنا قبل ما أحكي في القانون بدي أحكي في الدين وبحكي في التربية، المسؤولية الأسرة والمدارس، إنه في التعامل مع يعني امرأة دخلت النار في هرة، حبستها، لا هي أطعمتها وأسقتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. فبالتالي يعني كل الأديان لا يعني بتنص إنه احتر يعني عدم الإساءة إلى الحيوانات، ولأنها بالنهاية هي روح وسيسأل هذا الشخص يعني عن هاي. لكن فيما يتعلق في القانون، قانون العقوبات بنص على كل من يسيء إلى يعذب حيوان أو يسيء إليها. واسمح لي بس أرجع للنص لأنه بدي أميز بين برضو حالات متعلقة في تعذيب الحيوانات. في حال قام الشخص قصدا وغير مضطر، تخيل قصد وغير مضطر لقتل حيوان أليف أو داجن، يعاقب بالحبس حتى 3 أشهر أو بغرامة لا تتجاوز 50 دينار. كل من ضرب أو جرح قصدا بلا ضرورة حيوانا من الحيوانات اللي هي حيوانات الجر أو الحمل أو الركوب أو المواشي بالصورة تمنعه عن العمل أو تلحق به ضررا جسيما، يعاقب بالحبس حتى شهر أو بغرامة لا تتجاوز 20 دينار. هذه العقوبة متعلقة بالحيوانات الجر والحمل والحصان، حمار، المواشي وما إلى ذلك. أما فيما يتعلق بالحيوانات الأليفة، يعني أيضا نص القانون بنص قانون العقوبات بنص آخر إنه يعاقب بالحبس حتى أسبوع وبالغرامة حتى 5 دنانير من يترك حيوان يملك بدون طعام أو يهمل إهمال شديد. تخيل يعني إذا عندك بس مطعميته بتحاسب، من يضرب بقسوة حيوانا أليفا أو داجنا أو يثقل حمله أو يعذبه، من يشغل حيوانا غير قادر على الشغل بسبب مرضه أو تقدمه في السن أو إصابته بجرح أو عاهة. فهذا القانون يعني هاي النصوص القانونية، العقوبة بالحبس حتى أسبوع بالغرامة حتى 5 دنانير. أنا برأيي الشخصي أن العقوبة تحتاج إلى يعني نشدد العقوبة، لأنه اللي عم بصير واللي عم بنشوفه
ما في إنسانية في التعامل مع الحيوانات. مسألة كتير مهمة إنه الإنسان هو خليفة الله على الأرض. معنى خليفة الله على الأرض إنه أنت مسؤول عن كل ما هو على الأرض. أنت مسؤول عن تلوث الهواء، مسؤول عن الأرواح، عن الحيوانات اللي أيضا إنك تطعمها. وإحنا عم نتحدث عن حيوانات أليفة، يعني هلا الحيوانات اللي بتشكل خطورة على زي الكلاب الضالة والمسعورة وما إلى ذلك. هناك في قانون يعني بيعطي وبيحدد من هم أصحاب العلاقة اللي ممكن يعني قتل هذه الكلاب، مش المواطن. مع انتشار التلفونات والفيسبوك والتويتر والسناب شات، انتشر كثير موضوع الابتزاز الإلكتروني للفتيات. إذا في فتاة الآن بتسمعنا تعرضت للابتزاز الإلكتروني، إيش تتصرف؟ يمكن يعني الابتزاز الإلكتروني على فكرة مش فقط الفتيات، وحتى الأطفال، يعني الأطفال يعني دون سن 18 سنة، ويمكن النساء كمان يعني من أكثر الناس بتعرض للابتزاز الإلكتروني. الابتزاز الإلكتروني هو أن يقوم الشخص بتهديد شخص على فضح أسراره أو معلومات تتعلق فيه، يعني أسرار أو معلومات أو صور أو يعني أي ما يتعلق فيه، حتى يعني يرضخوا لتنفيذ طلباته أو مقابل منفعة أو مال أو ما إلى ذلك. فبالتالي هذا هو الابتزاز أو مفهوم الابتزاز. هلأ الابتزاز في عنا ابتزاز قد يكون مباشر، وقد يكون هو والأكثر انتشارا هو الابتزاز الإلكتروني، خاصة مع انتشار التقنيات الحديثة والإنترنت وما إلى ذلك، وأصبحت متاحة للجميع. مباشرة من يتعرض للابتزاز على مباشرة تلجأ إلى وحدة الجرائم الإلكترونية، تقديم شكوى سواء إلى المركز الأمني وحولها وحدة الجرائم الإلكترونية، أو إلى المدعي العام وبحولها لوحدة الجرائم الإلكترونية. ليش أنا بحكي يعني السرعة؟ ليه؟ لأنه الشخص بيكون عنده أكاونت، ممكن يلغي الأكاونت، ممكن يعمل أي إجراء، وبتعرف هذا عالم رقمي. صحيح. يحتاج إلى مهارة وفن واحترافية، فبالتالي السرعة في اتخاذ أي موقف هو اللي راح يحمي هاي الفتاة. وما تشطب أي شيء طبعا، عدم الشطب، لانه اي حتى لو شطبت، على فكره الوحده الجرائم الالكترونيه قادره على اعاده على تحصيل الصور والمعلومات اللي انشطبت. لكن برجع بحكي مساله السرعه، لانه ممكن يشطب الاكاونت، ممكن يكون من اكاونت في دوله اخرى. كل ما سرعت في تقديم الشكوى، كل ما ساعدت وحده الجرائم الالكترونيه على انه يعني الوصول الى الشخص والقاء. اغلب البنات بيكونوا خايفين، مثلا بتخاف من ابوها، بتخاف من اخوها، حتى اصلا هو بعد يهددها، انا بعرف اخوك، بعرف ابوك، فكيف تروح تشكي؟ هل في هناك سريه في التعامل؟ هل في انه بيقدر يستوعب بدون ما يخبروا الاهل؟ يعني كيف بتتعامل وحده الجرائم الالكترونيه مع هاي الامور؟ هلا برجع بحكي لابد من كسر ثقافه الصمت، لانه طول ما احنا بنضل خايفين، طول ما الاجرام يعني يتطور ويستمر والشخص يتمادى في اجرامه، كل ما انت وضعت حد لهدول الاشخاص من خلال تقديم الشكاوى وعدم افلاته من العقاب، كل ما انت ساعدت حالك وساعدت غيرك وساعدت اصلا محبينك واهلك واقربائك بهاي المساله. فبالتالي على الفتاه مباشره انها تقدم الشكوى. هلا وحده الجرائم الالكترونيه تتعامل في الموضوع بسريه تامه حتى يتم جمع الادله والبيانات وما الى ذلك. بالنهايه هاي الشكوى بدها تنزل عند المدعي العام. برجع بحكي لك قضايا الاسره وقضايا الاعتداءات الجنسيه في المحاكم تتعامل بقضيه بسريه تامه، وبالتالي يعني يتم اجراءات التقاضي القاضي. وتستطيع الفتاه على فكره انها تطلب انها تكون الدعوه سريه، وحتى المحكمه بتخرج كل من في القاعه، لانه معروف انه المحاكم هي علنيه. صحيح. جلسات المحاكم علنيه. صحيح. لكن فيما يتعلق بالاسره والاعتداءات الجنسيه، وتستطيع الفتاه انها تطلب من المحكمه انها تكون القضية سرية. صحيح. وبالتالي المحكمة بتخرج كل من في القاعة وبتباشر بإجراءات التقاضي. جميل. طيب في موضوع عندنا اللي هو تسجيل المكالمات، هل هو قانوني؟ يعني مثلا واحد بدي أسجل له مكالمة قاعد بيسب علي مثلا أو بيغلط علي، هل بيصير وهل يعتمد في المحكمة؟ لا طبعا، هو دليل غير شرعي ولا تأخذ فيه المحاكم، بالعكس يعني إذا الشخص قدم هذا الدليل للمحكمة، المحكمة بتحوله بجرم تسجيل المكالمات. الدستور الأردني صان
حرمة الحياة الخاصة، وأعطى أيضا يعني سرية المراسلات بما فيها يعني تسجيل المكالمات والمراسلات وما يتعلق بالاتصالات، أي ونقص قانون العقوبات الأردني على كل من يخترق حرمة الحياة الخاصة، سواء من استرق السمع أو البصر أو بالتسجيل أو قام بالتسجيل أو التقاط الصور، هذا يعتبر تحت بند أو جرم خرق الحياة الخاصة لهذا الشخص، وبالتالي يعاقب بالحبس. العقوبة هي بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبالغرامة 200 دينار. كل من خرق الحياة الخاصة للآخرين باستراق السمع أو البصر أو بأي وسيلة كانت بما في ذلك التسجيل الصوتي أو التقاط الصور أو استخدام المنظر. طب إذا خبرته وأنا عم بسجل، بقول له أنا على فكرة عم بسجل لك، وهو قال ما عنديش مشكلة مش خايف منك، عادي؟ هلا إذا أعلنته موافقته سأصبح موافقا على التسجيل، هذا موضوع تاني. لأنه إذا بتلاحظ أنت في كثير من الشركات لما بتتصل عليها صحيح. بتحكي لك أنه هذه المكالمة مسجلة لغايات ضبط، أنا أعلمتك وأخبرتك أنه هذه المكالمة مسجلة، فبالتالي لك هنا حرية الاستمرار في المكالمة أو أنك توقف الحديث وتغلق لها. هلأ إذا أشعروا وخبروا أنه والله أنا عم بسجل لك وما عنده مشكلة، دخلنا بموضوع آخر. الآن منتشر كثير موضوع جمع التبرعات، إن كان لأهلنا في غزة أو إن كان للجمعيات الخيرية، وفي ناس بتعمل هذا الموضوع بشكل شخصي. هل في ضوابط بتربط هذا الموضوع؟ أو أنا مثلا أسألك الموضوع ببساطة، أنا الآن رحت تبرعت لواحد في غزة لجهة غير رسمية في غزة، هل أنا هيك أساء قانونية؟ هلأ شوف، هلأ أنت تبرعت من تلقاء نفسك لجهة، هذا إشي، هذا موضوع مختلف. لكن إنك تعلن عن جمع التبرعات، هون الجرم. هون الجرم اللي سواء كان شخص طبيعي أو شخص اعتباري. الإعلان عن حمل التبرعات أيا سواء كان الهدف نبيل وإنساني دون الحصول على ترخيص، فأنت مخالف للقانون. فبالتالي لما بدك تعلن عن حملة للتبرعات عليك أن يعني تسير في الإجراءات القانونية وتحصل على التراخيص اللازمة لهذا المس تحت طائلة المسؤولية القانونية. يعني حسن النية ما بحق يعني في المحاكم في كل الجرائم في النظام القانوني لا يأخذ بالباعث، أو يعني هي النية ليه أنا ارتكبت هذا الجرم. قد يكون الهدف إنساني، زي ما إحنا عم نحكي عن جمع عن إعلان حملة للتبرعات، الهدف إنساني سواء متعلق بغزة أو للفقراء أو لأي فئة كانت، لكن السلوك الذي تم اتخاذه هو مخالف للقانون، وبالتالي يحاسب هذا الشخص. تفضل. طبعا يحاسب هذا الشخص، وقانون يعني والقانون نص على عقوبة متعلقة سواء كان من أعلن عن حملة التبرعات شخص طبيعي أو شخص اعتباري. العقوبة هي تكون بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد عن 2000 دينار إذا كان شخص طبيعيا، وفي حال كرر المخالفة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد على 2 سنين، ويعني ويأخذ الحد الأعلى من الغرامة. في حال كان شخص اعتباري يعاقب بغرامة لا تقل عن 1000 دينار ولا تزيد عن 5000 دينار إذا كان شخصا اعتباريا، وفي حال التكرار يتم الحكم عليه بالحد الأعلى من الغرامة وعلى المدير بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر. شو المقصود بالشخص الاعتباري؟ الشخص الاعتباري هي تكون شركة، جمعية، مؤسسة. الشخص الطبيعي هو الإنسان. فأي حملة تبرعات لازم تكون ماخذة ترخيص؟ أي حملة تبرعات لازم تكون مرخصة. هذا حملة يعني إعلان، الإعلان عن حملة تبرعات شيء، وإنه أنا أجي أتبرع على شخص هذا شيء تاني مختلف، يعني هذا هنا لا تشكل جرم، لكن إنه أنا أعلن عن حملة تبرعات لازم تأخذ أطرها القانونية. فكرة كمان في مسألة كتير مهمة، إنه هلا كمان في ظل كمان التقنيات الحديثة بيتم الإعلان عن حملة التبرعات عبر الوسائل الإلكترونية، عبر شبكات السوشيال ميديا أيضا. هون هذا كمان يعني بتحكم قانون الجرائم الإلكترونية، وفي عقوبة كمان بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 1 سنة، وبغرامة لا تقل عن 3000 دينار ولا تزيد على 5000 دينار. فأنت بتحكي أنه حتى إذا بعمل رابط تبرعات بيصير بالجرائم الإلكترونية وبرضو في عليه عقوبة. يعني أنا صار في عندي في يعني الجرمين، الجرم
قد يكون إعلان حملة تبرعات بالإعلانات العادية، وقد يكون باستخدام التقنيات الحديثة والمعلومات والإنترنت. هون بصير في عندي حملة تبرعات عبر على الوسائل الإلكترونية، وهون حملة تبرعات يعني بالطرق العادية. فهون جرم وهون جرم، هون عقوبة وهون عقوبة. طيب هون كلامك صحيح، لأنه كتير انتشرت الروابط تبعت التبرعات زي جو فند والأشياء هاي كلها. لازم يكون هناك ضبط، لأنه كمان قد يكون هناك يعني هاي التبرعات يجب أن تكون مضبوطة، قد تكون هناك يعني أخذ التبرعات لمنفعة شخصية، قد تكون تحت إطار غسيل أموال وما إلى ذلك، فبالتالي هي يعني بتدخل في جرائم، يعني بتدخلك على جرائم أخرى. كثير بنسمع عن موضوع الأخطاء الطبية، واحد بنسى مقص في بطن بني آدم، في حالات وفاة صارت، في أخطاء طبية ممكن تكون بسيطة ولكن تسبب مضاعفات على المدى البعيد. لأي شخص بتعرض للخطأ الطبي، إيش هو الإجراء القانوني لازم يعمله؟ أول إشي، في ناس بتقول لك، في ناس كثير بتسكت، اللي بيروح الطبيب بيراضيهم بيعطيهم شوية فلوس. هلأ أي شخص بتعرض للخطأ الطبي إيش لازم يعمل؟ على فكرة كتير مهم، لأنه في كتير ناس في موضوع الخطأ الطبي بتحكي لك قضاء الله وقدره. هلأ كلياتنا بنعيش تحت قضاء الله وقدره، لكن هناك إجراءات فيما يتعلق بالخطأ الطبي على الطبيب أو أصحاب المهن يعني أو مقدم الخدمة الصحية أن يتبعها. في قواعد وأصول طبية علمية يجب عدم تجاوزها. خلينا نرتبها. إذا تجاوز يعني الطبيب أو مقدم الخدمة الصحية القواعد الطبية العلمية المهنية المتعارف عليها والسائدة، هنا احنا هون دخلنا في موضوع خطأ طبي، وبالتالي يجب على هذا الشخص أن يسأل ويحاسب. صحيح. فبالتالي على المتضرر أن يقدم شكوى. هلأ هناك أكثر من جهة يستطيع تقديم الشكوى لها، نقابة الأطباء، وزارة الصحة، وقد يلجأ إلى القضاء مباشرة لتقديم الشكوى على الطبيب. الفيصل في هذا، ان الطبيب هذا ارتكب خطأ طبي او لم يرتكب خطأ طبي، هي الخبرة الفنية. فبالتالي القضاء عادة بيلجأ الى اللجنة الفنية العليا، بيطلب منها خبرة حول موضوع القضية، بعد ما يحولوا ملف القضية، انه هل بالفعل هنا الطبيب او المقدم الخدمة قد ارتكب خطأ طبي او لا. فاذا لانه المسألة فنية طبية، صحيح. فإذا إجى تقرير الخبرة بيحكي إنه أن مقدم الخدمة الصحية أو الطبيب قد خالف يعني الإجراءات الطبية العلمية أو القواعد الطبية المتبعة، فنحن ندخل ضمن إطار خطأ طبي. هناك عقوبة حبس، بالإضافة طبعا عقوبة الحبس هذه بتتحدد، كيف بتتحدد؟ حسب الضرر اللي لحق بهذا الشخص. قد يكون مثلا الخطأ الطبيب أدى لتسبب بالوفاة، قد يكون أدى إلى عجز أو عاهة، أو قد يكون قد أدى إلى إذى، حسب يعني النتيجة اللي أو الضرر اللي حصل لهذا الشخص بتتحدد المحكمة، بتحدد العقوبة على الطبيب. بالإضافة إنه الشخص المتضرر بيقدر أيضا يطلب ما يسمى بالتعويض. بالتعويض. صحيح. التعويض ايضا بيقدره اهل الخبره انه يعني هذا التعويض نتيجه الخطا الطبي، والمحكمه بالنهايه الخبره للمحكمه هي للاستئناس، قد تاخذ فيها وقد لا تاخذ فيها، اذا ما اخذت فيها ما اقتنعت فيها قد تجري خبره اخرى. ايش قانونيه حفر الابار داخل المزارع، او كانت مزارع خاصه او مزارع للانتاج؟ يعني إذا أنا جيت حفرت بير للمياه الجوفية، إيش قانونية هذا الموضوع؟ لا هو مش قانوني، حتى لو كان بأرضك يجب أن تحصل على موافقات وترخيص لحفر الآبار المتعلق بحفر الآبار. برجع بحكي إنه الأردن من الدول الفقيرة فيما يتعلق بموضوع المياه وعدم وفرة المياه وكفايتها لتلبية الاحتياجات الأساسية. المياه الجوفية يعني حفر الآبار والمياه الجوفية أو الاعتداء على المياه الجوفية، هذا بيأثر على المخزون المياه واستنزاف المياه الجوفية، وبأثر حتى على يعني على حقوق الأشجار القادمة في المياه. فالمسألة مش مسألة إنه والله هاي أرضي ولا مش أرضي، هاي المياه إحنا عم بنحافظ عليها حتى لا يتم استنزاف المياه ومحافظة عليها للأشجار القادمة.
حفر الآبار يجب أن يحصل على ترخيص من 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 سلطة المياه. وإذا ما أخذ الترخيص، إذا ما أخذ الترخيص هو بيعرض حاله لعقوبة الحبس مدة يعني لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 2000 دينار ولا تزيد على 7000 دينار. ولاحظ هون عادة في القانون العقوبات بتكون العقوبات حبس أو الغرامة، لكن هون إحنا عنا 2، حبس وغرامة، هذا من باب التشديد على عدم يعني جواز حفر الآبار يعني دون ترخيص. مش فقط حفر الآبار، الاعتداء على خطوط المياه الناقلة الرئيسية أيضا يعاقب بذات العقوبة. وكثير بنسمعها موضوع الاعتداءات، كل فترة وفترة بيطلعوا حملات وبيكتشفوا اعتداءات كثير كبيرة. هل يحق لولي الأمر أنه يمنع أبنائه من التعليم؟ بقول لك هدول أولادي أنا حر فيهم. يعني هو قصة أولادي حر فيهم ترى هي على فكرة إشكالية كبيرة، لأنه حتى لما بيجي يضرب ابنه ويعنفه بيحكي لك والله أنا بأدب ابني وابني حر فيه. أنا هو ابنك مش ملكك، يعني هو مش ملكية، حتى أنه برجع هو إنسان، هو روح. موضوع التعليم لازم نفرق بين مرحلتين، مرحلة التعليم الأساسي ومرحلة التعليم الثانوي. قانون التربية والتعليم يعني ألزم أنه الطالب بموضوع التعليم الأساسي إلزامي ومجاني، وبرجع بحكي أنه الدستور كفل حق التعليم، لكن التعليم الأساسي هو فقط الإلزامي، التعليم الثانوي يعني مش إلزامي. فبالتالي لا يستطيع ولي أمر الطالب أنه ما بيخلي ابنه يلتحق بالمدارس تحت طائلة العقوبة، واللي ممكن يعرض حاله لغرامة يعني قد تصل يعني لا تقل عن 100 دينار ولا تزيد على 300 دينار. يعني بيقدر الطفل يشكي على أبوه؟ هي مش الطفل يشكي على أبوه، لكن المدرسة ممكن هي يعني تعلم أو تقدم هذا الإخبار لوزارة التربية والتعليم إنه الطالب ما عم يجي على مرحلة التعليم الإلزامي، والوزارة تتخذ هذا الإجراء. يعني الوزارة هي اللي بتتصرف. طيب الموضوع زي ما حضرتك حكيتي الأطفال مش ملك أهل أبائهم فعلا. طيب احنا سبب تسجيلنا الحلقه مع حضرتك، احنا خلصنا الاسئله، سبب تسجيل الحلقه مع حضرتك كان انه احنا طلعنا من على الدنيا لا درسنا حقوقنا في المدارس، لا اخذناها في الجامعه، ما بنعرف شيء عن حقوقنا، فاغلب الاسئله اللي كانت موجوده اغلب لها دخل في الحقوق. فحضرتك قدمت شيء كثير جيد وشيء كثير كثير لطيف، اشكرك على وجودك معنا اليوم، وانا متاكد انه هاي الحلقه حتكون جدا جدا مميزه. شكرا لك. انا بدي اشكرك وبدي اكد على اهميه الوعي القانوني. هلأ إحنا في عنا محو أمية قانونية، وهلأ بنضيف لإلها محو أمية رقمية. صحيح. يعني في ظل انتشار التقنيات الحديثة والوسائل الإلكترونية كلياتنا محتاجين إنه يكون في عنا وعي كيف نحمي الأكاونت تبعنا، حسابنا الفيسبوك، تليفوناتنا، الأمان الرقمي. فبالتالي أنا بعتقد إنه بيسوى كمان إنه يكون في عندكم حلقات متعلقة بالأمان الرقمي، ونتمنى يعني إحنا نشتغل على محو الأمية القانونية. وما بحكي إنه يكون الإنسان أو الشخص ملم بكل القوانين، لكن لديه المعلومات الأساسية اللي بيحمي حاله من الوقوع في ارتكاب مخالفات للقانون. حضرتك لخصتيها بجملتين، أمية قانونية وأمية إلكترونية. شكرا جدا إليك، وأنا مبسوط جدا جدا باستضافتك. يعطيك ألف عافية. شكرا لك. شكرا لك.